شفتش لفدي خالد اليوم. الله يقبل فندي. كان شفت أقول أنبي. علم. شيء هذا سنين عمري كلها عشتها في كذبة. كيف هان عليك تخليني هيك؟ غصب عني يا ماما، ابوك دار هيك لمصلحتك. كيف قررتوا انها لمصلحتي؟ لان ابوك كان خايف عليك، خايف انه يضغط عليها بيك انتي. كلامك يقول انها لمصلحته، لان لو خايف علي فعلا يوقف على الطريق اللي هو ماشي فيه، مش يكمل ويخليني هيك. انت فكرتي فيا؟ فكرتي بشعوري واني من غير اب؟ كنت في كل مرحله عمريه تفوت علي وانا اصبر في روحي وندعي البابا اللي كنت تعرف انه متوفي في كل مره كسره ولا مره فرحه. احتجت بابا يكون جنبي وهو مش موجود. لا يا ماما ما تقوليش هيك، بابا كان موجود وكان ديما معاك وبجنبك. بس مش كأب، كنت ديما نحس بروحي ندقل عليه. الشعور هذا المفروض ما نحسهش. فكري كويس يا ماما، هي اللي عشتها هذه تعتبر حياة؟ ما تقوليش مصلحتك. أنا لو خيروني بين إني نعيش في أسرة طبيعية بين بابا وماما وفي خطر، أحسن ألف مرة من حياة التشتت والخوف الدائم اللي أنا عشته. تعالي يا بابا، تعالي، تعالي يا بنتي، تعالي. كان هذا حنرجع أكبر وقوة من الأول. داخلية ترسل تحياتها والسلاح جي، والهنجر هذا نقطة تجمع للجناح الجنوبي وانتظر التعليمات. أنا ما عندي شيء في حياتي غير إني ننتظر التعليم. قول لهم إني نستنى عليها حرة من الجنة. أول ما يوصل المحقق اللي استدعيته خليه يتفضل. تفضل. صباح الخير معاليك. صباح الخير. تليفونك سليم، مش تحت المراقبة من الأول. قصدك ما كانش تحت المراقبة ولا مرة؟ ايه ما عليك، بحثنا ولقيناه مش تحت الاختراق.
يعني أنا كنت عايش في كذبة أنهم مراقبين تليفوني. صح عليهم الأوباش. الضابة تصل معالي الوزير. خليه يتفضل. تفضل. صباح الخير معاليك. بلغني انك انت طلبت من الامر مستعجل. مستعجل وخطير وسري جدا. اللي هو احنا قاعدين نجهز في خطه للقضاء على المجمع، ونبيك تشارك فيها انت والضباط الزملاء معك، ونبيك تقود العمليات. وليش قررتوا تقضوا عليهم توا؟ كيف يعني؟ الفترة اللي فاتت طيقنا الخناق عليهم وقريب قضينا عليهم. سيادتكم طلبت منا ان احنا نوقفوا العمليات. لا والاغرب انهم زادوا انتشروا زي النار، وبدي يديروا في عملياتهم قدام الجميع، وحضرتكم طلبت منا ان احنا ما نديروش اي ردة فعل. فليش ما نديروا خطة؟ اسمع يا فندي، انت ماكش في مكان ولا مركز انك انت تناقش. انت تسمع الاوامر وتنفذ، واضح؟ مفهوم معاليك. مستأذنك بالانصراف. مازال ما سمحت لكش بالانصراف. خليك. الظرف هذا فيه أسماء المتعاونين معنا من داخل المجمع. إبراهيم خصوصا هذا ثقة. أما صالح العراف خلي عينك عليه، لأن مش ثقة هلبة. توا تقدر تنصرف. أنا حسين هذا شكله وضعه مش مريحني. لولا التقارير اللي جايتني عليه كنت استثنيته مرة واحدة. خليه معالي استفيدوا منه، ما هو قاعد تحت المراقبة وشوية شوية تنضيقوا عليه. وهو كذلك، ما لوصي رجالتنا يخلوا عيونهم عليه. تمام معاليك، أعطيني الإذن بالانصراف. بلغ الضباط باجتماع عاجل، خليهم يجوني في غرفة العمليات كله تو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة أستاذ؟ معك النقيب عبد الرحمن السائح. حضرتك مدير المركز؟ إيه إن شاء الله، أي خدمة. تفضل. هذا قرار نقلي معك للمركز. هل أنت بلغوك به؟ اليوم قبل ساعة. مصبروش بوكو شكله. ما فهمتش. مش ضروري تفهم. تمام. تقدر تبشر عملك. طبعا بلغهم وشوفوا لكم كم فاضي تقدر تبشر عملك فيه. توكل على الله. أهلا. تو كنت خليك ما تردش على الهاتف. صار يما صار. الوضع متلخبط هلبة يا حسين. كنت في مطاردة وتليفوني طاح مني. طرد شنو؟ تو نحكي لك، ما عنديش وقت. أعطيني ملفات قدام الشرطة. شو تبي فيه؟ عندي شخص مدوخني نتبع فيه. من؟ ما تعرفوش. هاتوا تو نقول لك. أنا أفتح الرشيف، أضم أمورك. اسمعني، عارف لو اللي في بالي صح يا حسين، استعد للترقية.
اسمع دير بالك على روحك، ايام هذه ما تحطش الثقه في حد وخاصه جماعه الوزراء. يصير خير. شنو يصير معك بلغني ودير حل لهاتفك. تمام. يا خالد رد بالك تعفس في امكانات النغمه، لما تحس بالخطر يا صاحبي ارجع ومعاش قدم راك تزيد تغرق. خيرك يا حسين، تقول احنا اللي مجرمين مش هم. انت دير بالك على روحك وخلاص. تمام يا صاحبي. شو صاف اللي قلت لك عليه هدرة؟ الأمور عشرات. كلمنا جماعتنا اللي في الوزارة باش يلموا أفرادنا اللي في السرايا اللي يجمع فيها. كويس كويس. وأنت يا قصي شو صار في مهمتك؟ اطمن. اليوم في الليل الفريسة تكون في الشبكة. فريسة شنو؟ صبرك علي. لو فعلا حصلنا عليه هيك نقدر نقوله قصينا جناحاتها. يا ريت تخليني هنا في المهمة هذه. انت ما تقدرهاش لان الفريسة تخاف منك. على عكس قصي. ومن المطلوب؟ إبراهيم. نبي نطيها إبراهيم. بس إبراهيم صعب وقصي ما يقدرش. إبراهيم يبي لأني ولا أنت، ومع ذلك ما زال صعب. إبراهيم مش هيطلع عليك ولا هيطلع علي أنا. أنا حطيت قصي في الصنارة باش نصطاد به. أنا مش مرتاح. ولا حتى أنا مرتاح. خيركم يا جماعة؟ شنو حيصير في الدنيا يعني؟ شنو فيه؟ ألف مرة حكينا فيه الموضوع هواي عمر وقلت لك لا، وأنا قاعد عند كلمتي. وما تنسوش أن أنا اللي اخترت المهمة هذه وبروحي. ما زال في قلب مهام يا قصي. تو نوزاكم على خدمتكم من جديد. أنا ما فهمتش علاش قاعدين تصغروا بيا هيك في المجمع. علاش؟ شوف أنا ما عادش تمشي معي المعاملة هي بتاعكم. تمام تمام تمام. بس حط في بالك احمي نفسك كويس يا قصي، ومهما يصير لو حسيت بخطر بالذات سيب اللي في يدك وتهرب. تسيب اللي في يدك وتهرب يا قصي.
يمكن آخر تحديثات. الأمور ما تبشرش بخير. مفروض نعرض الخطة الليلة. لكن كل المؤشرات تقول إن هجومهم يبدأ يا غدوة أو بعد غدوة. لازمنا طلبنا الضغط هذه. طمنت على الجماعة في المجمع. فيش خيانة قريبة؟ عندي شكوك. بس الليلة نحاول نتأكد منها. في خاين واحد بس محتاج تضحية. وشوف هل بالإمكان وضعنا يسمح لنا بتضحية؟ هي هذه تضحية. المعلم باغين كبير هو ولد هو رجل الثاني في المجمع هذه حتى بنت اللي عمرها سنتين تعرفها شنو جديد؟ يا فادي خليني افهمك المهم في يوم جاي باغين قال لنا احنا تم اتفاق مع الدوله حنكون معاهم وتحت عيونهم ومنها في اول عمليه حننفذها في قتل عمر وقالوا لي هذه اول خدمه حتديرها في الدوله ولما وصلنا في تنفيذ العمليه جانا امر من وزير ايقاف التنفيذ الموضوع كبير هات تليفونك يا حسين الموضوع كبير هلبة وزي ما توقعت لا ممكن أكبر ما عادش تعرف المحرك وين حتى الوزير فيه من يحرك فيه وصدمة لما تعرف إن إبراهيم اللي في المجمع في الخلطة أي لحظة سيارتهم حتمر عليك وحيخطفوك فلهذا رد بالك وما تخافش أنا نتبع فيك خليه بعد يعرف من هو الفريسة ومن الصيّة موضوع مهم أجل كل شيء عندي موضوع أهم موضوع حياة وموت يا عمر قول شو فيه خالد كان يكلم فيه الباين إنك اكتشف موضوع مهم بعدين اختفي الرقم اللي كلمني منه ما يردش بعدين تسكر اني بنراقب الرقم ونعرف مكانه تو انت اللي تبع الدوله تبيني اني اراقب لك حال اجراءات الاداره تبي ايام واني مش مرتاح اني من هالحقه اللي شنو صلبه تبعه مش عارف بالضبط ولكن قال لي حتى الوزير بمن يحرك فيه
هو هذا بس اللي قاله ولا شيء تاني معه؟ هو قال شيء تاني بس بس شنو يقول؟ اسمع، أنا بنبادر ونطق فيك زي ما اتفقنا يومها في العملية. قال لي حتى إبراهيم في الخلطة. سيب ليك رقم غريب، رد عليه ونفذ لك كل طلباته. تتصل بالرقم هذا تسمع كلامه. شيء صاير مش مفهوم. اني حاسس بشعور غريب. يجب نطلع الوضع تفجر. برا انقذ قصي وكلم الحتر وقول له شو اللي صاير بالضبط. قلت لك اني من الاول موضوع في شيء غلط. في شيء غريب. اني عارف يصير الكلام هذا. صار ماشي بتصطاد ابراهيم. تو نسلم لك على قصي، ما تخافش.